السلام عليكم، وياكم رشا من مطبخ رشا. نبدأ بذكر الرحمن مع فيديو من فيديوهاتنا الحلوة، وهالمرة رجعت لكم ويا فيديو الأعمال اليدوية جدا حلوة وجدا بسيطة، وحتى ما تاخذ تكاليف نقول هواية مثل أو تصرف هواية. تفيد رأس السنة وكذلك تفيد الغير أيام رأس السنة. قبل ما أبدأ بالفيديو، أتمنى اللي زايرني أول مرة وما مشترك بالقناة ينورني ويشترك بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهات جديدة، ولايك للفيديو إذا عجبكم. طبعا هنا عندي هذا القطع الخشب، طبعا كلها أسعارها صارت 1000، يعني 1500، ماكو أكثر من 1500. هذا القطعة هي سعرها 1500، تقدرون تشتروها من أي مجمعات موجودة أو أي أماكن مستلزمات الخياطة أو أي شيء هيك موجود يعني بالسوق أو بأي مكان ثاني. هذا الشمع، اي شمع عندش متوفر تقدرين تستخدمينه. انا عندي هذول شمعات جدا قديمه، صار لكل شهوه من جايبتهم، وصراحه كنت يعني انه مخليه ببالي في الديكور معين، شفت انه بهالشي او بهالديكور يصير فد شيء مرتب وحلو. عندك اي نوع من الشرايط حتى وان كان قديم؟ انا هذا صار لي كل شهوايه مشتريته، واعتقد شايفين انتم بالفيديوهات اللي قبل اشهر، واعتقد حتى قبل يعني تقريبا نقول سنه، وهذا الشريط اللي هم جبته وقلت لكم اسوي بهم اعمال. هذول كلهم اسعارهم على 1000 1000، بوقت انه القى الحاجه رخيصه اجيب منها الشغله واحفظها، انه من يجي وقتها ابدي استخدمها. هنا عندي هذا الشمع، بديت اشوف منه الشريط الاحلى او اللي انا يكون بنظري انه احلى، استخدمته شفت انه اللون السمائي وعليه هيك نقشات او العفو كتابه انجليزيه حلوه تفيد اللي هي رأس السنة وهيك شغلات، وأكيد يعني حتى من غير رأس السنة هي تفيد. إذا تحبون هنا تقدرون تلصقونها بالمسدس الحراري اللي هو المادة اللاصقة، أو تقدرون هيك بدمبوس. أنا أشوفها إنه بدمبوس أبو الراس يكون أفضل، ليش؟ حتى إذا تبقى مشتغلة وتقل الشمعة أقدر أشيلها من أشيل الشريط من عتها بدون ما يخرب وأستخدم الغير مرة ثانية. وبنفس الوقت ولا هو يعني ما يكلف شيء انه ونكرر استخدامه اكثر من مره، بس يعني انه افضل احسه من الشمع وهيك شغلات. وبعدين تقدرون حتى هذا الشمع القاعده مالته تذهبوها بنار وتلصقوها العفو على القاعده الخشبيه، لكن انا ما حبيت انه استخدمه فقط لهالشيء والصقه، فهنا استخدمت الدنابيس وانطيتها، انطيت ظهرها يعني ظهر وين الدنبوس اشكله، انطيته للشموع الثانيه بحيث ما ينشاف انه هو بدنبوس. وبعدها حتشوفون شنو استخدم. عندنا احنا هاي الشغلات، هذا سعرها 500 دينار، وعندنا اكياس اللي هي مال شغلات البحر، المحار انواع واشكال، هذا كله غلاف على غلاف، كله الواحد على 1000. كل نوع بألف. انا سويت اكو اكياس تكون متنوعة، يعني هم مخلين بها مختلف شغلات من كل نوع او نوعين، فانا سويت هنا حستخدم النوع المشكل عندي، وحشوفون نهاية الفيديو شلون حستخدمها. وطبعا انتو ما تقدرون تتكلفون وتشترون الا هالشغلات، لا اكو مثل الشمع على هالموجود بالبيت، وهذا 1000 دينار فقط، يعني ما اعتقد يكلف، يعني الطفل صار مصرفه اذا 1000 مرات ما يقبل الطفل بيه. فهذا مجرد هاي الشغلة تشتروها، المحارب المشكل شوفوا انواع واشكال بيه، فانا حاخذ وارتب على ذوقي، انتو كذلك رتبوا على ذوقكم. وبعتها عندي خضار بالبيت زايد نفس اللي سويت بيه ميلاد زوزاية، باقي عندي قليل من عنده كذلك استخدمته، وشوفوا الشكل النهائي شلون صار مرتب وحلو، يفيدنا الكريسماس مثل ما قلت لكم، ويفيدنا الغير كريسماس نقدر نستخدمه كديكور حتى بالاستقبال او على الطبلة الوسطية، يطلع شكله حلو وكذلك منظر جذاب. حخليكم مع نهاية الفيديو، تكملوا للنهاية، وتركت لكم بعض التعليقات الحلوه لان صار لي هواي ما منزلت لكم تعليقات، والفيديوهات عندي الصراحه هوايه ما مكملتهم بعد. اتمنى ان شاء الله تعجبكم هالفكره ويعجبكم هالفيديو، لا تنسوني باللايك، ومع السلامه.